نروح لمدرب الكبير طبعا، مدربنا كابتن احمد ناجي، مدرب حراس مرمى طبعا مصر والنادي الاهلي السابق، ونشوف رايه النهارده في حراسه المرمى. محمد الشناوي النهارده كان عليه ضغط كبير، وكور عرضيه وكور ثابته ويعني كور طوليه، حاجات كتير جدا النهارده تعرض ليها النادي الاهلي امام الرجاء. فخلينا نشوف راي كابتن احمد ناجي طبعا، ونبارك له في البدايه على فوز النادي الاهلي النهارده وصعوده الى الدور قبل النهائي. كابتن احمد ازي حضرتك؟ كريم وحشني جدا. الله يخليك كابتن ناجي، اخبار حضرتك ايه؟ انا بخير الحمد لله، كله بخير. مبروك للاهلي النهارده الصعود. مبروك للاهلي ومبروك لمصر طبعا، فرقه مصريه وصلت الدور قبل النهائي طبعا، وان شاء الله توصل للنهائي وتنافس بجديه جدا على البطوله ان شاء يا الله. يا رب ان شاء الله. كابتن احمد يعني قولي رايك النهارده في الماتش في الاول كده في اداء النادي الاهلي، وبعدين اكلمك على محمد الشناوي حارس الاهلي. لا طبعا المدرب النهارده احترم الرجاء جدا جدا جدا، وعمل ستاره دفاعيه يعني مش عايز اقول لك مثاليه، وفي كل اوقات المباراه طبعا توفيق اللعيبه كان يعني درجه كبيره جدا جدا، خصوصا قلوب الدفاع والطرفين كانوا هايلين، المساعده من مروان وديانج وحمدي كانت هايله جدا على الاطراف. طبعا هو لعب طبعا في يعني جزء قليل من الملعب 30 يارده او حاجه، فده وفر مجهود اللعيبه بشكل كويس جدا للناحيه الدفاعيه، وبعدين في الاخر زي ما شفت راح نزل عبد القادر وطاهر عشان يسحبوا الناس شويه ويخفوا الضغط عنه. لا هو كان النهارده دماغه عاليه جدا جدا، كولر حاجه حلوه، واللعيبه كمان ساعدته، كانت درجه الحماس والكور المشتركه اللي احنا بنحسب بيها اللعيبه يعني بتأدي برجوله ولا لا، كانت معظم الكور المشتركه للاعيبه النادي الاهلي، وكمان يعني كان عندنا فرصه او حاجه وفي كهرباء في كره برضه مشكوك فيها ان هي ممكن تكون ضربه جزاء، لكن الحمد لله النتيجه اجمالا لعبا ونتيجه والمطلوب اتحقق بشكل رائع جدا. الشناوي كان حارس كبير، حارس يعني درجه التوتر عنده مظبوطه جدا جدا، وده طبعا تحسب ليه وللمدربه سريان كون. بيلعب بهدوء نفسي عالي جدا جدا جدا، طبعا ما راحتلوش حاجات صعبه النهارده كتير غير الحاجات اللي انت بتقول عليها ان هو كان بيلم ورا المدافعين او بياخد الكور العرضيه بشكل جيد جدا، اللي عايز تضرب بتضرب واللي عايز تمسك بتمسك، يعني اداؤه شرب يعني النهارده الحمد لله. لا الحمد لله في جميع الكور، او يعني زي ما انت بتقول طريقه كولر النهارده ما صعبتش الامور على الشناوي. لا الستاره الدفاعيه بس برضه هو كمان بيواجه اكيد اللعيبه، تمركزه داخل ال 18 طبعا هو اصل انت راجل، انت بتتكلم على راجل بقى له 6 7 سنين بيتعرض للمنافسات دي. ايوه يعني طبعا كنت بستعجب جدا من بعض الاوقات اللي كان بيتهاجم فيها، لكن طبعا الحمد لله ان النادي فاهم قدراته وفاهم اهميته وما انطقش ورا لا الميديا ولا الحاجات اللي كانت بتحصل. وهو طبعا يستحق ان هو يكون فعلا الحارس الاول لمصر وفي افريقيا كمان. مباراه الترجي التونسي وشبيبه القبائل كانت ماشيه 1-0 للترجي، وقلنا خلاص الترجي هيصعد، لكن شبيبه القبائل جاب جون، بس دلوقتي حالا المباراه انتهت 1-1 خلاص الترجي صعد كده لمواجهه الاهلي. توقعاتك ايه الاهلي والترجي يا كابتن ناجي؟ انا شايف يعني طبعا مع احترامنا الشديد جدا للترجي والكابتن نبيل معلول حبيبي، يعني انا اشتغلت معاه 2 سنين لكن الترجي اعتقد ان هي يعني ده بيقولوا لي دلوقتي شبيبه القبائل ضيعوا هدف مؤكد في اخر ثانيه، لو كان الجون ده جه كانوا يخرجوا الترجي في اخر ثانيه، ضيعوا فرصه. مبروك طبعا مبروك لنبيل، لكن طبعا يعني مش عايزين نقول له مبروك للمباراه الجايه، ان شاء الله نقول مبروك للنادي الاهلي برضه ان شاء الله. ان شاء الله يعني شايف الاهلي اقرب من الترجي ان شاء الله للوصول. انا شايف كده السكواد بتاع الفرقتين، لا النادي الاهلي طبعا ان شاء الله يكون احسن، وان شاء الله يكون في النهائي، وطبعا تستنى بقى الوداد والصن داونز. ايوه هتبقى مباراه يعني هي الناس شايفه ان هي الصن داونز سهله وبتاع، لكن انا بقول لا مش هتبقى سهله، هتبقى مش بس صن داونز اقوى كابتن ناجي اكيد في كل الخطوط. مفيش حاجه حضرتك كده شعر كده في فوز الاهلي النهارده؟ ده لسه خلص من 3 دقايق. حاجه على الهوا كده على طول، انا عارف الخواطر بتجيلك وانت فرحان كده على طول. لا والله انا يعني طبعا ببارك النادي الاهلي طبعا، ببارك جماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره والجهاز الفني بالتحديد النهارده يستحقوا
واللاعبين يستحقوا كل الشكر وكل التهنئه. ان شاء الله، ويعني الف مبروك كابتن ناجي. وخطوتك القادمه فين في التدريب؟ قريب ان شاء الله. ان شاء الله في حاجه حلوه كده قريب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. حبيبي كابتن احمد ناجي بنشكرك، وكل سنه وحضرتك طيب ومبروك للاهلي. الصحه والسلام، ربنا يخليك يا كريم. الله يخليك. نشكر مدربنا الكبير طبعا كابتن احمد ناجي، طبعا مدربنا الكبير.